مؤسسة عالياتا تنظم اليوم بشراكة مع كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط ندوة حول تطور الجغرافيا بالمغرب من جغرافيا استعمارية إلى تخصص للتنمية البشرية والمستدامة. نحاول من خلال هذه الندوة مقاربة عدد من القضايا المرتبطة بالجغرافيا وبتطور الجغرافيا بالمغرب، مقاربة تاريخيا أهم المراحل التي مرت منها الجغرافيا بالمغرب، وكذلك بعض القضايا والمواضيع من قبيل الجهوية المتقدمة ومنظومة المدن وغيرها. هذه الندوة ننظمها كذلك تكريما لأحد رجالات هذا الوطن، أحد الأساتذة الذين تركوا بصمات واضحة في علم الجغرافيا، في النضال النقابي، في النضال الحزبي. الأستاذ أحمد الغرباوي كان أستاذا للجغرافيا حاصلا على أول أطروحة للدكتوراه في تخصصه بالمغرب، كان أستاذا في هذه الكلية في كلية الأدب والعلوم الإنسانية، وساهم في تأسيس الجامعة المغربية. ترك إرث علميا أكاديميا غنيا في مجال تخصصه، نضل أيضا على الواجهات النقابية كمناضل في الاتحاد الوطني طلبة المغرب، في الاتحاد المغربي للشغل، في النقابة الوطنية للتعليم العالي، ثم كذلك داخل حزب التقدم والشراكية التحق بالحزب الشيوعي المغربي، ثم التحرر والشراكية والتقدم والشراكية كمناضل بلجنة المركزية. جعل من بيته بباريس يعني فضاء لاستقبال وعقد اجتماعات الحزبية بباريس. الأستاذ أحمد الغرباوي وطني غيور، قدم للجامعة المغربية وقدم للعمل النقابي وقدم لحزبه وقدم لبلاده وطنه الشيء الكثير. اليوم نهدي أشغال هذه الندوة لروح الفقيد أحمد الغرباوي. أستاذ الأجيال، نقابي سياسي كان ينتمي للاتحاد المغربي للشغل، والسياسي ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وقبله كان حزب التحرر الاشتراكية، وقبله كان الحزب الشيوعي المغربي، وأيضا يعتبر من الاختصاصيين في الجيومورفولوجيا، وكذلك له عدد من الدبلومات لا بالنسبة للنبات ولا ليسونس في التاريخ، وكذلك عدد من التخصصات، وكان قد قام بأطروحة حول الأرض والإنسان بشبه الجزيرة الطنجية، جغرافي محنك، وهو كان من الأوائل الذين مزجوا ما بين الإنسان وما بين الطبيعة والبيئة، لأن كان فيما سبق كان هناك تخصص إما في الجيومورفولوجيا إما في المناخ، ولكن هو ربط بين التاريخ وبين الاقتصاد وكذلك بين الأرض. هذا وزوجته اليوم معنا، وسوف يقدم لها لأرملته دانيال حياة الغرباوي هذا بورتري للمرحوم، وهو هذا جزء منه الذي هو في هذه اللافتة، اعترافا بكفاءته واعترافا بالخدمات التي قدمها لبلاده وجامعته، ويعتبر من الأوائل الذي كان يدرس في هذا المدرج الشريف الإدريسي، وطبعا له عدد من الكتب وعدد من المقالات، وكان في الكتابة العامة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، زار عدد من البلدان وأعطى محاضرات في عدد من المناطق، وكان يساهم في هذا الربط القار ما بين إسبانيا وبين المغرب. إذن كما قلت بالنسبة للأستاذ الغرباوي شخصية بارزة متعددة الأبعاد، مع الأسف توفي في سنة 1999، وبالتالي هناك ترى لهذه المادة، مادة التخصص، وهي عنصر أساسي هنا في كلية الأدب، كانت فيما سبق مع التاريخ والجغرافيا والآن مع الجغرافيا. إذن كما قلت هناك ثلاث مواضيع
ثلاث مواضيع ستتناولها الندوة، موضوع ديال كذلك ديال التقسيمات الإدارية، موضوع حول المدن ومواقعها، وموضوع كذلك حول التقييم للليتاز، هادو 30 أطروحة دولة بالنسبة للمغرب. كان حضروا في واحد تظاهر علمية اللي بغاوها المنظمين على أساس مقارنة ما بين الجغرافية القديمة والجغرافية الحديثة والتحولات اللي يمكن تكون طرأت، طبعا من خلال لا المنهجية ولا المتخصصين والباحثين اللي ساهموا على مر عقود في معرفة التراب الوطني. طبعا الجغرافية هي تخصص اللي يرتبط بتوزيع المعطيات على التراب الوطني، توزيع السكان، توزيع الثروات، توزيع الموارد الطبيعية، ثم طريقة تعامل المؤسسات مع هذا التوزيع، لا من حيث إعداد التراب الوطني ولا من حيث التوجه العام بصفة عامة بالنسبة للجغرافية. إذن اللي كيتبين هو أن هناك طفرات في المعرفة ديال جغرافية المغرب، محطات كبيرة بدأت مع ما يسمى بجغرافية استعمارية سابقا، ثم جاء الجيل اللاحق والأجيال الحديثة حالية. إذن هناك عدة محاور تناقش وتطرح في هذه الجلسة، ويحضرها طبعا ناس متخصصون، وكذلك هناك معطى أساسي وأنه جانب من هذه الندوة مخصصة للتذكير بالأستاذ أحمد الغرباوي، لأنه كان شخص عالم وتكونوا على يده واحد الأجيال ديال الجغرافيين وأثر فيهم، والآن بعد 25 سنة على رحيل وفاة العلامة ما يسعنا إلا أن نقف احتراما لهذا النوع ديال الشخصيات اللي بصمت وطبعت على الأجيال المتلاحقة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.